طيب نرجع لحلقتنا وناخد اخبارنا، وزي ما عودناكم اخبارنا بتكون الاول من داخل النادي الاهلي. كره اليد هي اللعبه الاساسيه معانا الفتره اللي فاتت ومكمله معانا لغايه يناير بكاس العالم للمنتخبات. فريق نادي الاهلي خلاص لعيبه المنتخب ولاعيبه الدوليين رجعوا، بدا النادي الاهلي يتمرن. الحقيقه كان الدوري الممتاز 2021 هيتلعب قبل ما يتم حسم موقف الدوري السنه اللي فاتت. الدوري ابتدى فعليا النهارده، الموسم الجديد النهارده، ولكن مباراه النادي الاهلي الجديده هتبقى مع المعادي يوم 2 اكتوبر القادم. النادي الاهلي عمل صفقات السنه دي، عمل 5 صفقات، جاب عمر ياسين، سيسا، محسن رمضان، محمود نعمان، والتونسي اسامه الجزيري. وبالمناسبه يعني اسامه حصل على كاس تونس، وان شاء الله يجي بكره الدوري، حصل على الدوري وراجع بكره ان شاء الله القاهره، وباذن الله هنكون يعني هينضم للفريق. هو كان عنده اصابه بسيطه في صباعه مجزوع، ولكن دي ما تعطلوش ابدا انه يلعب مباراته الاولى مع الفريق في المعادي، مع المعادي. خليني اقول لكم المجموعه اللي احنا وقعنا فيها. معانا سبورتنج والاولمبي والمعادي واصحاب الجياد والبنك الاهلي والزهور وبورسعيد والشمس. هنلعب ماتشات رايح جاي، هناخد اول 4 فرق من المجموعتين ويطلعوا يلعبوا طبعا النهائيات ويحددوا البطل. اكيد هيبقى دوري طويل ودوري شاق، وطبعا اكيد هتوقف الدوري قبلها فتره عشان كاس العالم. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وكل التوفيق لابطالنا لكره اليد.